نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة النسخة الثانية من معرض الدواجن في مزرعة الأطفال بمنتزه الصحراء بحضور سعادة هنا سيف السويدي رئيس الهيئة. للسنة الثانية على التوالي تنظم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة معرض الدواجن الذي يستهدف الأفراد من كافة الأعمار لما يقدمه من برامج توعوية في مختلف المجالات المرتبطة بالبيئة، وذلك بمشاركة عدد من طلبة المدارس. هذا المعرض يتم إقامته سنوياً بما يخدم طلاب المدارس والجمهور من معلومات من حيث تربية الدواجن بطريقة صحية وبيئة مناسبة لها، ليتم الاستفادة من إنتاج هذه الدواجن. وتم خلال المعرض تقديم مجموعة من الفعاليات تضمنت عروضاً تعريفية وتوعوية حول الدواجن وإبداعات الطلبة المشاركين، بالإضافة إلى ورش تعليمية وتثقيفية. كثيرة فوائد مشان الأطفال ينبسطون ويعرفون كل شيء، يعرفون من الحيوانات من دياي من الأشياء هذا، ويستفيد الزايد ويستفيد عملش اللي عنده عرض وياي الزاير وعنده السامان يستفيد، ولا سوى شيء إلا فائدة للإنسان. ترنا ثلاث فئات المشاركة، الرسومات أو المجسمات أو إعادة التدوير، وكان في إقبال كبير من المدرسة واستفدنا من يعني عرفنا أنواع الدجاج. تنظيم هيئة البيئة لمثل هذه المعارض يسهم في التعريف بأنواع الدواجن المختلفة، إلى جانب نشر الوعي الصحي والغذائي بين أفراد المجتمع. التوعية حول الدواجن والبيئة المناسبة لها من أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها معرض الدواجن 2018 من خلال فعالياته المتنوعة. لأخبار الدار هويدا الشرقي الشارقة.